ست إعدام، مهمتها التخلص من أعداء النظام، وبالتالي فقد جعل أولئك الأشخاص شركاء له فيما يفعل. لا شك أن صدام كان أقصى أولئك الحكام. لقد أدار حكومته بالإرهاب. أما حافظ الأسد فقد قاد أفراد حكومته بأن قال لهم: أنا وفي لكم فيجب أن تكونوا أوفياء لي. وكان يقول لأحدهم: لقد اخترتك وزيرا للخارجية وستبقى كذلك. بعبارة أخرى كان يؤمنه على منصبه. معظم وزراء حافظ الأسد الذين عرفتهم لم يكونوا يتغيرون. فمصطفى طلاس وزير الدفاع السخيف مكث في منصبه عقودا من الزمن. إذن كان المسؤولون يشعرون بأمان، فلماذا يفكرون في المساس بالرئيس؟ كانوا يحصلون على أرفع منصب يطمحون إليه، فيكونون وثيقي الصلة بنظام الحكم، وقد كانوا يتقاضون رواتب مجزية، فكانوا ينخرطون في مختلف ممارسات الفساد. واجه حافظ الأسد ثورة من جانب الأخوان المسلمين اعتبارا من السبعينات فصاعدا. راحوا يقتلون أقرب المقربين إليه، وأخيرا استولوا على مدينة حماة. كان تمردا مسلحا فأرسل عليهم جنوده، وكان الخطأ الفادح الذي ارتكبه هو أن معظم عمليات القتل التي قام بها حدثت بعدما استردت حكومته المدينة، حيث كان الناس يخرجون من بيوتهم ثم تطلق النار عليهم. وبذا لعل عدد القتلى ناهز بذلك 10,000 أو يزيد. عندما ينظر السوري إلى ما حدث في لبنان وما شهده من حرب أهلية، وعندما يرى ما حدث للعراق من دمار شامل، فإنه يشعر بالامتنان للاستقرار الذي يعيشه، ويكون مستعدا للتضحية ببعض الحريات مع ذلك القدر من الاستقرار. والشيء ذاته ينطبق على بلدان عربية أخرى حيث يتوق الناس للأمن. أما ما يقوله هؤلاء الحكام الدكتاتوريون للناس هو: نحن نوفر لكم الاستقرار، فإما الأمان وإما الفوضى. لا يدخر هؤلاء الحكام وسيلة، سواء كانت الفساد أو الاقتصاد أو السفر أو الدين. الشيء المهم جدا بالنسبة لمبارك على سبيل المثال هو أنه قمع الإسلاميين، وكان لسان حاله يقول للمسؤولين الأمريكيين: لقد قضيت على الإسلاميين وعليكم أن تستمروا في دعمي. بعد إذن قد يعقد صفقة مع الإخوان المسلمين فيسمح لبعضهم بأن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، ثم يقول للمسؤولين الأمريكيين: انظروا، لقد تبوأ بعضهم مقاعد في البرلمان وهذا أمر خطير. وكان لسان حاله يقول دائما: إما نحن وإما هم. لكن الدكتاتور كان في معظم الأحيان يستغل مسألة الإسلاميين كي يعزز سلطته. يما لا تخافي قايدنا ما شاء الله عليه اسمه القدافي، اسمه القدافي، لا هو الحسني ولا هو الزين. بينما كان الدكتاتور يعزز أركان حكمه ويتخلص من المعارضين ويبث الرعب في النفوس ويدعي أنه يجلب الاستقرار، حرص على ألا يظهر بمظهر الوحش الكاسر. وبقدر ما كان يحتاج إلى الترهيب، فإنه كان يأمل أن يكون محبوبا. كم هو غريب أن يعتبر كثير من هؤلاء القادة أنفسهم بمثابة أب للشعب لا مجرد حاكم له. ينطبق هذا على مبارك وعلى القذافي أيضا. حيث يقول: شعبي كله يحبني وسيحميني، أنا هنا. كل شيء يتمحور حول شخص القذافي، وأبناؤه مدينون له بذلك الولاء.
يعاملون شعبهم كأطفال، وبطبيعة الحال فإن أبناء الشعب يبقون في نظرهم أطفالا. الوضع أشبه بمدرسة، وطالما التزم الطفل الطاعة فلن يضرب أو يؤخذ إلى قسم الشرطة أو يعذب أو ينفى. أعتقد أن مبارك اعتبر نفسه أبا لا للمصريين فحسب بل للعرب كلهم بشكل عام، وقد اعتبر نفسه شيخا حكيما للمنطقة يرضى عن القادة العرب الأصغر منه سنا عندما يطلبون منه النصح، لأن ذلك يجعله يشعر بأنه أوسع تجربة منهم وأنه حكيم المنطقة. أعتقد أننا شاهدنا نموذجا مثيرا للاهتمام لما يحدث لهذا النوع من التعليل المعقول عندما يبدأ الوضع في الانهيار ويهب الشعب، كما حدث مع القذافي. وإنما فعله القذافي هو أنه استثنى هؤلاء الناس من أبناء شعبه الآخرين وقال: شعبي كله يحبني، وكل من لا يحبني لا بد أن يكون عميلا للقاعدة أو للغرب. يقول القذافي ذلك لأنه لا يعقل أن يقول شيئا غير ذلك. وعند اللزوم ستفتح المخازن ليتسلح كل الشعب الليبي، كل القبائل الليبية تصبح ليبيا نار حمراء. للاحتفاظ بسلطة مطلقة لابد من الولاء المطلق كأمر جوهري، وغني عن البيان أنه لابد للشعب من أن يحب حاكمه. لا يحكم أي قائد بلدا بمفرده، بل يحصل على المعلومات من أفراد حاشيته ثم يطلب منهم أن ينفذوا أوامره. يمكن للمرء أن يكون على صلة نفسانية بالواقع عن طريق الاختبار النفساني، لكنه يكون منقطعا عن الواقع سياسيا إذا أحاطت به مجموعة من المتملقين الذين يخافون لسبب وجيه من أن ينتقدوا الزعيم فيقولون له ما يريد أن يسمعه لا ما يحتاج إلى سماعه. يصل الأمر بالحاكم حد الاعتقاد بأنه الشخص الوحيد القادر على حكم البلاد الذي يمكنه أن ينقلها إلى العصر الحديث ويحقق لها التقدم. فحافظ الأسد مثلا كان بعيدا عن الآخرين ولم يكن يستشير أحدا، بل كان يصدر الأوامر إلى وزرائه فجأة وبعدوانية عن طريق الهاتف، وكثيرا ما كان يفعل ذلك عند منتصف الليل. إذا كان أحد يؤدي عملا ثم يقال له أنت رائع وكل ما تفعله عظيم وأنت شخص ألمعي في عملك، فإنه يبدأ في تصديق ذلك سواء كان يعمل في الصحافة أو التلفزيون أو قطاع المصارف أو الاقتصاد أو أي شيء آخر. ولا تقترن السلطة بالفساد وحده، بل إن ثمة أيضا رغبة شديدة في اقتناع الحاكم بأنه على صواب وبأنه محبوب. وبطبيعة الحال فإن ما يحدث هو أن هؤلاء الحكام يصدقون أن شعبهم يحبهم. ولا يكفي الحاكم أن يصدق أن شعبه يحبه، بل يحتاج إلى أن يتحقق من ذلك. ولكي لا يكون ذلك الحب المعلن كذبا، فلا بد للحاكم من أن يعرف ما يفعله المحكومون في جميع الأوقات. في الدول الدكتاتورية في